بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. طبعا بقالنا أسبوع أو 10 أيام، خلال هذه الفترة كل يوم بيحصل إيه؟ أو قبل الأسبوع 10 أيام كمان، الناس كلها كانت بتقول، كنا نصحى الصبح ده بيقول يا جماعة هو موسيماني هيمشي إمتى؟ هو موسيماني الأهلي لازم يمشيه. مش ده الكلام اللي كنا بنسمعه ما قبل كأس العالم لغاية ما بعد كأس العالم بشوية كمان من بعض القنوات ومن بعض المنصات الإعلامية؟ طبعا كلهم معروفين بالاسم انهم ما بيشجعوش النادي الأهلي او ما بيحبوش النادي الأهلي او ما بيحبوش الخير للنادي الأهلي، وكل جمهور النادي الأهلي عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا. ولكن خلال هذه الفترة كل الناس كانت بتتكلم ان يلا بقى مشوا موسيماني، بيسخنوا جمهور او بيسخنوا بيعتقدوا انا اسف بيعتقدوا ان هم بيسخنوا جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته على هذا الرجل اللي هو بيتسو موسيماني. اذا كان هناك ما يستحق الانتقاد، قناه النادي الاهلي بالمناسبه بتنتقد، ما عندناش اي مشكله في هذا الامر، ولكن عمال على بطال وكل يوم صبح وظهر وبالليل وبدون مناسبه، حتى في وقت الانجاز ممكن يحصل كده. اعتقد ان ده يمثل لك علامه استفهام كبيره جدا لما تلاقي الموضوع ماشي في هذا الاتجاه. ولكن لما تلاقي الموضوع ماشي في اتجاه ان احنا النهارده الراجل ده كويس فنقول عليه كويس، النهارده الراجل ده وحش فنقول عليه وحش، طبيعي جدا مفيش اي مشكله. ولكن صبح ظهر بالليل كسبان خسران متعادل، ما عندناش اي مشكله. راجع من ثالث العالم، 2 كأس أفريقيا ورا بعض، 2 دوري أبطال أفريقيا ورا بعض، 2 كأس عالم مع بعض ورا بعض، او ثالث كاس عالم في دورتين متتاليتين، ولا كل ده مش فارق. هو اللي فارق ان هذا الرجل لازم يمشي من النادي الاهلي. هذا الرجل لازم يمشي من النادي الاهلي، طبعا ده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين في هذا الاتجاه. زي ما قلت لحضراتكم هم ناس كلها بتشتغل في بعض القنوات، معروفين بالاسم، معروفين ان هم ما بيشجعوا طول عمرهم، مش حاجه جديده يعني، ولكن ممكن جدا ما كنتش بشجع النادي الاهلي، ولكن اذا كنت بشتغل في قناه محايده او في منصه اعلاميه محايده لازم لما اجي اكلم بالحياد، طبيعي جدا. ما ينفعش ان انا اطلع اقول او اطلع او اشخصن الامور من جوايا على اللي بيحصل في النادي الاهلي. مش عشان النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء لازم ان انا اقول ان النادي الاهلي ده اصله يحتاج الى، واحاول اوقع فيه واحاول اهز فيه وازق فيه واعمل فيه الكلام ده كله. مش هتعرف، صدقني مش هتعرف. طول ما في جمهور النادي الاهلي 70 80 مليون اهلاوي في مصر، في مصر بس، خليني اكلمك على مصر بس، هتلاقي ال 70 80 مليون اهلاوي واقفين ضدك. هتلاقي ال 70 80 مليون اهلاوي، طبعا غير المنصات الاعلاميه للنادي الاهلي واللي تمتلك قوه بالمناسبه، عارفين ان احنا بنمتلك قوه، عارفين ليه الناس كلها بتقعد تتفرج، لانه عارفين ان احنا عندنا جمهور 70 80 مليون اهلاوي، وجمهورنا الحمد لله بيثق فينا بشدة خلال الفترة الأخيرة تحديدا، لأن احنا بنثق فيهم وعمرنا ما بنكذب عليهم، وعمرنا بنقول لهم على الأقل بنقول لهم الأشياء. طبعا في حاجات زي ما حضراتكم عارفين هي مش من مصلحتنا ان احنا نقولها، او مش من مصلحة النادي الأهلي ان احنا نقولها، ولكن دائما بنبقى كل المنصات الإعلامية للنادي الأهلي والمنصات الرسمية التابعة للنادي الأهلي دائما تلاقوا بتتكلم فيما يخص مصلحة النادي الأهلي. ولذلك فانا بعتقد ان اللي بيحصل هو توجه معين علشان الراجل ده، الراجل اللي حضراتكم شايفينه ده يمشي. ليه؟ لانه بيكسب فرق معينه على طول لغايه دلوقتي، محدش عارف بكره في ايه، ولكن بيكسب كل الماتشات الكبيره بيكسبها، عشان محدش ياخدني في حته واحده، كل الماتشات الكبيره بيكسبها، كل الماتشات الكبيره مش عايز او مش محدش بيعرف يكسبه فيها، مفيش مشكله. يعني بايرن ميونخ وبالميرس هم دول الفريقين، هم دول الفريقين او ابطال قارتهم، هم دول اللي كسبوا النادي الاهلي، هم دول اللي كسبوا النادي الاهلي بطل قاره اوروبا وبطل قاره امريكا الجنوبيه بس. والظروف ممكن نتكلم فيها من النهارده لليومين ثلاثه اللي جايين، ولكن لما نيجي نتكلم يا جماعه يجب ان يكون هناك منطق في الكلام. وكلامي انا بوجهه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، طبعا مش لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي بيحب فريقه، بيحب مدربه، بيحب ناديه، اذا شاف ان الفريق بيحتاج لهزه بينتقد انتقاد ايجابي،
ده احنا بنشوفه لصالح الفرقه ولصالح النادي، وده انا متاكد منه لانه بشوفه على الجروبس مثلا على السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي. وطبعا انا ببقى عارف مين الاسماء اللي بتهد ومين الاسماء اللي بتبني ومين الاسماء اللي مش تابعه للنادي الاهلي ولا بتحب النادي الاهلي اساسا، ولكن هي موجوده لمجرد ان هي تهد فقط.